قوي واللي هو انا كان نفسي اشوفه. ظهرت كايلا رامي رضوان بنت الفنانة دنيا سمير غانم لأول برة على مدى سنوات طويلة بملامحها الكاملة، لأن كلنا عارفين أن الفنانة دنيا سمير غانم كانت بتحرص على إبعاد بنتها عن الحياة الفنية وأن الجمهور ما يتدخلش خالص في حياتها الشخصية. كانت بتنشر لها صور على موقع إنستجرام وبتخبي ملامح بنتها كايلا علشان تبعدها عن الصحافة والإعلام، لكن لأول مرة ظهرت كايلا رامي رضوان بكامل ملامحها لأنها حرصت على دعم دنيا في تجربتها المسرحية الأولى أنستونا، وقررت إنها تروح وتشاهد العرض بنفسها. وبعد نهاية عرض مسرحية أنستونا قدم المخرج خالد جلال التحية لأبطال العرض أمام الجمهور وقال: أنا اشتغلت مع نجوم كتير جدا وأخرجت لنجوم كتير جدا على مستوى القطاع الخاص، لكن من أهم التجارب والفخر الكبير إني اشتغلت مع دنيا سمير غانم، وأعتقد إن مفيش فنان اشتغلت معاه اشتغل على نفسه زي ما دنيا اشتغلت على نفسها، ويمكن ده سبب حب الجمهور ليها. وفاجئ خالد جلال الجمهور وهو بيكمل حديثه على المسرح وقال: أنا برحب بأصغر متفرجة ومتفرجتي المفضلة أيضا كايلا رامي رضوان. وظهرت من الكواليس بنت الفنانة دنيا سمير غانم وتوجه لها الجمهور بالتحية في أول ظهور ليها. وحققت الفنانة دنيا سمير غانم نجاح كبير جدا في أولى تجاربها المسرحية أنستونا، وشاركها البطولة الفنان بيومي فؤاد وسامي مغاوري وكريم عفيفي وعمرو عبد العزيز وبسنت صيام وصلاح الدالي وآخرين. المسرحية كانت من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي وإخراج خالد جلال. وأعربت الفنانة دنيا سمير غانم في وقت سابق عن سعادتها البالغة بنجاح مسرحية أنستونا، وقالت إن رد فعل الجمهور كان مختلف تماما وإنها سعيدة لأن بداية المسرحية كانت في مصر. وقالت دنيا: أنا حسيت بإحساس مختلف ما كنتش حسيته قبل كده، والتجربة من الحاجات اللي مخلياني مبسوطة جدا. الفنانة دنيا سمير غانم هتشارك في السباق الرمضاني اللي جاي 2023، وبتواصل الشركة المنتجة التحضيرات حاليا لابتداء التصوير قريبا. الفنانة إيمي سمير غانم تصدرت الترند بسبب الأخبار اللي بتتكلم عن حملها واللي تم تداولها خلال الفترة الأخيرة. الفنانة إيمي ما خرجتش بنفسها أو حتى حد من أسرتها علشان ينفي أو يأكد الخبر ده. يا ربنا يرحمهم يا رب، وهم سابوا يعني حب في قلوب الناس، هو ده اللي بيوصل لنا يعني دلوقتي، ويمكن بحس انه ده رسالة الحمد لله بتطمن عليهم. يا رب يا رب يكونوا في مكان جميل جدا وربنا يكون راضي عنهم يا رب. انا لسه كنت بقول لدنيا انا ما طلعتش خالص وده اول ظهور، وحاسه ان انا فعلا عندي حزن وفرح مع بعض، يعني حاسه ان هم فعلا بعد ما توفوا سايبين لنا حاجة، يعني انا بحمد ربنا ان انا طلعت لكن يا جماعة احنا بنقول لحضراتكم ان الخبر ده مش صحيح وانه اشاعة، وان الفنانة إيمي سمير غانم مش الفنانة الوحيدة اللي طردتها هذه الشائعة، ودي مش اول شائعة عن الفنانة إيمي سمير غانم، فطردتها 3 اشاعات قبل كده. الشائعة الاولى شائعة المرض الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز ووالدة إيمي سمير غانم، فجرت مفاجأة لما كانت ضيفة في احد البرامج قبل عدة اعوام، وكان الخبر ده هو مرض إيمي سمير غانم اللي أكد والدها في نفس الحلقة إنه ما كانش يقدر يشوفها خلال الفترة دي لأنه كان متأثر جدا وكان زعلان عليها قوي، ودلال عبد العزيز انهارت من البكاء هي التانية. لكن يا جماعة القصة كانت إن دلال عبد العزيز بتحكي عن بنتها دنيا اللي سافرت علشان تصور مسلسلها الجديد، وسابت لهم بنتها كايلا اللي كانت تعبانة في الوقت ده، وكمان كانت بتتكلم عن إن الفنانة إيمي سمير غانم كانت بتمر بوعكة صحية بسيطة، لكن بقلب الأم الرحيم عينيها دمعت وهي بتتكلم عنها، فالناس افتكرت إن إيمي سمير غانم مصابة بمرض خطير. لكن الفنان حسن الرداد نفى الكلام ده كله وقال إن إيمي سمير غانم مش مصابة بأي مرض خطير وطمن الجمهور على صحتها. دي الشائعة الأولى. أما الشائعة التانية واللي بتتكرر على طول شائعة انفصالها عن حسن الرداد، لكن الفنان حسن الرداد بيخرج كل مرة وبينفي هذه الشائعة بنفسه. الشائعة التالتة واللي بتتكرر أكتر من مرة وعلى طول هي شائعة حمل الفنانة إيمي سمير غانم، واللي الاتنين بيلتزموا الصمت وما بيتكلموش عنها خالص لأنها بتكون أخبار غير صحيحة، لدرجة إن حسن الرداد قال: إن شاء الله أنا هقول لكم بنفسي أول ما يكون في خبر مؤكد علشان يقطع الطريق عن كل الشائعات اللي هتطلع في المستقبل. إيمي دي اللي هي
امي وابويا واخويا حاجه كده يعني. دي اسطوره لوحدها. من وقت وفاة الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز وبناتهم دنيا سمير وإيمي سمير غانم حالتهم النفسية مش في أحسن حال، وعلى الرغم من إن فترة وفاتهم عدى عليها وقت طويل، لكن لسه إيمي سمير غانم ودنيا كل ما بيفتكروا التفاصيل والذكريات اللي بينهم بيبكوا وما بيقدروش يحبسوا دموعهم. الفنانة المصرية إيمي سمير غانم كشفت عن معاناتها خلال الفترة اللي فاتت من وقت وفاة والدها الفنان الكبير سمير غانم ووالدتها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز بسبب تبعات إصابة فيروس كورونا. الفنانة إيمي سمير غانم أكدت إنها لسه لحد دلوقتي حاسة بإنها محتاجة لأبوها وأمها رغم مرور أكتر من سنة على وفاتهم، وقالت إن حالتها النفسية صعبة جدا خلال الفترة دي. إيمي سمير غانم نشرت صورة ليها بتجمعها مع أبوها وأمها على تطبيق إنستجرام، وكتبت الفنانة إيمي على الصورة: محتاجة لكم قوي وحاسة وضغط مش عادي، أنا بحاول أتعايش مع الموضوع لكن بصراحة الموضوع صعب قوي ومطول معايا جدا. أنا بنزل صور وبتصور وبطلع أشوف ناس وأصحاب الحمد لله، لكن بصراحة كل ما برجع البيت في الليل بشد في شعري وصورتهم بتخليني مش أعيط، دي بتخليني ممكن أزعها وأصرخ وأنا قاعدة لوحدي. أرجوكم ادعوا ليهم بالرحمة، يا رب ارحمهم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. قال لها ناو قالت له نوت ناو بايخة. الفنانة إيمي سمير غانم دايما بتحرص على نشر صور لوالديها وبتعلق عليها برسائل حزينة وبتدعو ليهم بالرحمة والاشتياق، وبيتفاعل مع الصور دي على مواقع التواصل الاجتماعي جمهور الفنانة إيمي سمير غانم. كان آخر الصور اللي نشرتها الفنانة إيمي صورة الفنان الكبير سمير غانم وحسن الرداد ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان. الفنانة إيمي سمير غانم وجهت رسالة مؤثرة قبل كده وقالت فيها إنها بتتمنى تشوف أبوها، وقالت في الرسالة: سمير حبيبي وأبويا وابني، أنت السعادة في الدنيا، يا رب أشوفك في الجنة، أرجو قراءة الفاتحة، ربنا يرحمك يا بسبوس. الفنانة دنيا سمير غانم هي التانية زعلانة جدا ولسه متأثرة بوفاة أبوها وأمها، وكشفت الفنانة دنيا سمير غانم إن أختها إيمي كانت متعلقة جدا بأبوها الفنان الراحل سمير غانم لأنها كانت بتحط كاميرات في البيت، لكن مش علشان تراقبه لا سمح الله، ده علشان تطمن عليه باستمرار لأنها بتحب أبوها جدا وبتخاف عليه قوي. يعني شوفوا يا جماعة من شدة الخوف والتعلق بتاع إيمي سمير غانم بأبوها الفنان سمير غانم كانت بتحط كاميرات في البيت علشان تصوره لأنها كانت بتخاف عليه من الهوا الطاير. الفنانة دنيا سمير غانم قالت إن والدها كان عنده مشكلة في الركبة وفي مرة من المرات وقع في البيت وما كانش معاه حد في البيت في الوقت ده، ومن وقتها قررت الفنانة إيمي سمير غانم إنها تحط كاميرات في البيت علشان تطمن عليه، وكانت الكاميرات مشتركة بين إيمي سمير غانم وبين دنيا. ومن شدة التعلق بتاع الفنانة إيمي سمير غانم بأبوها، دنيا سمير غانم قالت إن إيمي كانت بتعتبر بابي ابنها ومش أبوها وبتطمن عليه في كل لحظة. كلنا عارفين إن في 20 مايو 2021 رحل عن عالمنا الفنان القدير سمير غانم بعد مضاعفات إصابته بفيروس كورونا كوفيد-19، وقال والدها الفنان الراحل سمير غانم في أحد اللقاءات إن إيمي بنته من وقت ما اتجوزت ومش بتبعد عنه، لدرجة إنها ممكن تكون في بيت جوزها عدة أيام وترجع له وتقول له وحشتني يا بابي. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.